فيما يخص رمضان بالطبيعة رمضان الناس تقدر تلمس بعد المسلسلات وكل أنا اشتغلت برشا مع قناة جديدة اللي هي التاسعة مصر الغربية باش نقدموا فيها خلال رمضان مسلسل ودي سيت كوم واحد اسمه أمبيلانس وواحد اسمه حالة عادية بخلاف هدايا عندي مسرحية قاعد نحضر فيها مع مصر الرويب اسمها دار الثقافة باش تحكي على حالة الثقافة في البلاد كوميديا مع توفيق البحري وعندي مشروع من بعد في فرنسا مع فرقة مسرحية في فرنسا وابتداء من سبتمبر باش نشتغل في مشروع هام برشا اللي هو ماهوش بتاع تمثيل لكن مشروع مهرجان في الجنوب التونسي اللي هو مهرجان الموسيقى الروحية ميستيك ميوزيك باش نعملوها في سيدي بوهلال في طوزة والمهرجان هذا بالنسبة لنا حاجة هامة خاطر مش نستدعي فيه عدة فرق من تركيا وإيران وأوزبكستان وأذربيجان والمغرب والجزائر وتونس بالطبيعة ومصر المهرجان هذا مش نتلقى فيه شهر مارس 2016 وبدينا التحضير بتاعه والمحتوى هذا بالنسبة لنا مشروع يقضي برشا وقت وفيما يخص السينما فما عدة مشاريع مازالت ماهيش واضحة لكن منهم مشروع مع رضا الباهي المخرج التونسي رضا الباهي بإنجاز فيلم جديد في المشاريع